بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرؤية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رموز او علامات لو شفناها في المنام فبتشير باصابتنا بالحسد او بالعين. اول رمز او اول رؤية لما يشوف الرأي ان في حد بيحاول انه يفتح عليه الباب، سواء باب البيت او باب الغرفة او حتى باب الحمام، يشوف ان في اشخاص او في شخص بيحاول يدفع الباب عشان يدخل. فدي من الرموز اللي بتدل على اصابة الشخص بالعين. الرمز التاني او الرؤية التانية لما يشوف الرأي ان في اشخاص بتحاول انها تنزع الملابس من عليه، لما يشوف ان في اشخاص بتحاول تنزع ملابسه، فدي برضو تعتبر من الرموز. كمان لما نشوف ان في ناس بتحاول ترش علينا او على الرأي مية او عايزة تغرقه، فبرضو دي تعتبر من الرموز. الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي ان في شخص بيعطيه مسمار، كمان لما يشوف ان في شخص بيحاول يشعل عيون الغاز، برضو دي تعتبر من الرموز. كمان لما نشوف ان في حد بيحاول انه يحرق الرأي، لما نشوف ان في اشخاص بتقوم بحرق الرأي او يشوف الرأي نفسه ان في اشخاص بتحاول تحرقه، فدي تعتبر من اشد انواع الحسد او العين. كمان لما نشوف ان هو بيصارع شخص معين فالشخص ده اتغلب عليه، فبرضو دي تعتبر من الرموز اللي بتدل على الأذية. كمان لما يشوف ان في شخص بيطارده وعشان يأذيه او يسبب لي ضرر. كمان من الرموز في اسماء معينة لو شافها الرأي في المنام فبتدل على اصابته بالعين، زي مثلا اسم سهام، زي مثلا اسم حمزة، برضو دي تعتبر من الاسماء. كمان اسم رقية، فمعنى كده ان الشخص محتاج انه يعمل رقية او يعالج من الحسد او من العين. كمان اسم متعب، فدي برضو من الاسماء. كمان من الرموز لما يشوف الشخص رؤية العيون، رؤية العيون سواء رؤية عيون حيوانات او عيون انسان او رؤية عيون المية، كل دي من الرموز برضو اللي بتدل على إصابة الرأي بالعين. كمان رؤية القبر أو رؤية الأموات أو رؤية شخص ميت كل أو الموت، كل دي من الرؤى اللي بتدل برضو على إصابة الشخص بالعين. الرؤية اللي بعد كده أو الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي كثرة رؤية الجن أو الشياطين في المنام، فبرضو دي من الرموز اللي بتدل على إصابته بالحسد أو بالعين أو بالأذية بشكل عام. كمان رؤية الأشخاص في الواقع معروف عنهم أنهم أشخاص حاسدين، رؤيتهم بكثرة في المنام فبرضو من الرموز اللي بتدل على إصابة الرأي بالعين. لما يشوف الرأي ان اعضاء جسمه اتحولت لشكل العين، فبرضو دي من الرموز اللي ممكن برضو تدل. رؤية سورة الفلق او لما يشوف الرأي انه بيسمعها او ان هو بيقرأها، فبرضو دي من الرموز اللي بتدل على ممكن تكون اصابة بالحسد. كمان رؤية العدسات الخاصة بالكاميرا او رؤية المصور او رؤية الكهرباء، برضو دي من الرؤى اللي بتدل على الاصابة بالعين. كمان رؤية اللصوص، كثرة رؤية اللصوص في المنام او الحرامي في المنام، فدي برضو تعتبر من الرموز. كمان رؤية عين مية ويشوف ان العين المية دي فيها مية ولكن المية مش نظيفة او مية متسخة، فبرضو دي تعتبر من الرموز.
كثرة رؤية الأشكال اللي بتدل على العين، زي أشكال شبه العين أو أشكال دائرية، فدي برضو بتشير للإصابة بالعين. كمان من الرموز رؤية البلاعة أو البير أو الحفرة أو الثقب أو الإبرة، كل دي من الرموز برضو اللي بتدل على إصابة بالحسد أو بالعين. كمان رؤية أشخاص بينظروا ليه بنظرات فيها حقد أو فيها كره، فنظرات الحقد أو الكره من الرموز اللي ممكن تدل على إصابة الشخص بالحسد. كمان رؤية عيون الحيوانات أو عيون الإنسان برضو دي من الرموز اللي بتشير للعين. الرمز اللي بعد كده هو رؤية اللون الأصفر. اللون الأصفر من الألوان اللي بتدل على الحسد، خصوصا لما نشوفه سواء لون أصفر ثياب أو طعام أو على الجدران، فدي من الرموز اللي بتدل على الحسد. كمان من الرموز لما يشوف الراعي انه تسمم في المنام، السم او ان هو اتسمم، دي برضو تعتبر من الرموز اللي بتدل على ضرر هيصابه من شخص حاسد. كمان رؤية الخشب في المنام برضو تعتبر من الرموز اللي بتدل على الحسد، لأن الخشب من الرموز اللي بتشير لرجل منافق ورجل حاسد. كمان من الرموز اللي بتدل على العين برضو رؤية العين المرسومة أو العين الملونة، سواء رؤية عين ملونة بالأخضر أو عين ملونة بشكل عام، فدي برضو من الرؤية اللي بتدل على الحسد. لما يشوف الشخص انه في اشياء بتقع منه بتتكسر في المنام، وقوع اواني او وقوع شيء معين فاتكسر، فدي برضو تعتبر من الرموز. كمان من الرموز المشهورة جدا هو رؤية لحم الجمل لما نشوفه ان هو موجود في قدر على النار، فدي برضو من الرموز اللي يعني بتدل على إصابة الشخص بالحسد. كمان في حيوانات ممكن لو شفناها فتدل على الحسد، زي الحشرات بشكل عام، زي الأفاعي، زي القطط، زي الغراب، دي برضو تعتبر من الرموز. ده كده باختصار أهم الرموز اللي احنا لو شفناها في المنام فتكون إشارة لينا بإصابتنا بالحسد أو بالعين. بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لو في أي سؤال أو استفسار اكتبولي تحت، أنا إن شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.